الهند دليل على أن التحديات يمكننا أن نواجهها وأن الأمور يمكن أن تنجح، والكل يجب أن ينخرط، الحكومة والأسرة والمجتمع، فإذا ما اجتمعنا كلنا يمكننا أن نحقق أشياء كبيرة. إذن هذه التجربة إنما هي ذكرى لأننا قمنا بأمور رائعة في الماضي ولا زالت أمامنا أمور رائعة نقوم بها. إننا في لغاتنا في الهند غالبا ما يكون التمدرس والتعلم هو نفس الشيء، ولست أدري إن كان الأمر ينطلق على نفس على مختلف الدول. ماذا نعني بالتمدرس في اللغة العربية أو التعلم؟ هل هما مرادفان؟ نحن في الهند نقول إنكابورا وتعني القراءة والفهم. إذن السؤال الذي يمكنني أن أطرحه الآن هو نعم لدينا جميع تلاميذ والأطفال إلى في المدرسة، ولكن هل كل من في المدرسة يستطيع أن يقرأ ويفهم؟ إذن هناك خطان على الشفافة، الأول الأزرق والثاني هو الأخضر. الأزرق يبين أن هناك من الأطفال من يستطيعون قراءة سطر أو اثنين، أما الخط الأخضر فيمثل العمليات الرياضية التي يمكن القيام بها من خلال الطفل. في الهند مثلا يمكن للطفل في العام الثاني أن يقوم بعملية طرح 82 ناقص 50 وما إلى ذلك، لكن هنا إذا ما نظرنا جيدا فإن أعداد أو الأرقام أو النسب المحققة هي منخفضة جدا حتى قبل جائحة كورونا. أنا لم أذكر النسب المحصل عليها والإحصاءات المحصل عليها في 2022 لأننا لم نقم بها بعد، لكن لابد لنا أن نعمل على اللون الأخضر واللون الأزرق. لدينا سنتين لم يتمكن من خلال الأطفال الذهاب إلى المدرسة، ونعني خلال جائحة كورونا، وبالتالي لم يتمكنوا من ممارسة الأمور الجديدة. وهنا هذا لا يعني أننا لا يمكننا أن نخطط مستقبلا رغم أننا لا نعني ما الذي قد نواجهه. نحن لدينا سياسة وطنية جديدة في الهند التي تقول أنه بنهاية المستوى الثاني الابتدائي نريد جميع التلاميذ أن يكون لديهم الأساسيات في الرياضيات وفي القراءة والفهم، مما يعني أن هذين الخطين الأحمر والأخضر لابد وأن يصل في نسبهما إلى 100%، وذلك بشكل سريع. لماذا بشكل سريع؟ لأنه إذا لم يكن لدينا هذه الأساسيات لا يمكننا أن نبني أمورا أكثر تماما كما نبني بناية دون أساسيات. لا يمكنك أن تبني الكثير من الأمور. إذا لم يتمكن الطفل من القراءة والفهم وأساسية الحساب فإن السياسة الوطنية لن يكون لها أي منفعة وأي جدوى، وبالتالي نحن نسعى إلى أن يصل الخط الأحمر والأزرق إلى الأعلى في أسرع وقت ممكن. وإذا ما أردنا أن نحقق هذه القفزة لابد لنا أن ننهج منهجا معينا، لأن الخطوات السهلة المبسطة خطوة وراء خطوة لربما لن تكون نافعة. إذا ما الذي يمكننا أن نقوم به من أجل تحقيق نسب أعلى بشكل أسرع؟ هذا ما سوف أحاول أن أشاركه معكم. إن الأطفال الذين هم في المستوى الأول والثاني في الهند مثلا، الأطفال الهنود في المستوى الأول لم يكن قد تعرضوا لأي مستوى تعليمي أو لأي مرحلة تعلمية قبل السنة الأولى من الدراسة، وبالتالي هناك من الأطفال ولا سيما خلال جائحة كورونا ذهبوا إلى المدرسة ولكنهم توقفوا عنها بسبب الجائحة. فما الذي كان يمكن القيام به؟ كيف إن جميع المناهج التي كانت لدينا، جميع الطرق التي كنا ندرسها كانت بخصوص أو متعلقة بالتلاميذ الذين يذهبون إلى المدرسة، لكن ذاك لم ينفع. عليه كان لابد لنا أن نركز على بعض الأمور. ما الذي يمكننا أن نقوم به مع هؤلاء الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة ولكن يحققون قراءة جيدة؟ لكن ماذا نعني بالقراءة؟ معظمكم لا يمكنكم قراءة ما على شفافها، لا عليكم، لأن هناك الكثير من
آبائنا كذلك في الهند يمكنهم أن يقرأوا، لكن خلاصة هناك فقرة وبعض الكلمات، وفي الجهة مقابلة هناك قصة مكتوبة بكلمات ومفردات بسيطة. ما نقوم به هو أننا من خلال هذه الشفافة نحاول أن نحدد مستوى التلميذ في المرحلة التي هو فيها، لأننا بمعرفة المرحلة التي هو فيها والمستوى الذي هو فيه يمكننا أن ننتقل قدما معها. أنا أتحدث هنا في الهند، فأين هو مستوى تلميذ في الهند؟ وأنا أستعمل هنا سنة 2018 لأن الأعداد قد نقصت نوعا ما والنسب نقصت بسبب الجائحة، ولكن نأخذ هذا كمثال. على أي حال، من أجل أن نفهم المشكل لابد من الإشارة إلى بعض الأمور الأساسية. إذا ما نظرتم إلى كل مستوى هنا فهناك خلاف كثير بين كل مستوى والأخرى، مما يعني أن بعد 3 سنوات من الدراسة فإننا قد تركنا 75% من التلاميذ لم يتعلموا كثيرا للانتقال إلى المستوى المقابل. إذن لنفكر حول هؤلاء الذين هم داخل نسبة 75، كيف يمكنهم الذهاب إلى الجامعة إلى الكلية وإلى احتلال مناصب مهمة؟ ولكن أعتقد أن المستوى الثاني أو الثالث لازال مبكرا لنقول أننا سوف لن يكون هؤلاء التلاميذ مستقبلا وأننا سوف نتركهم ونمضي قدما دونهم. إذن لابد لنا أن نضمنها أن لا أحد يترك وراءنا، بمعنى أنه لابد لنا أن نبني نظامنا لدعم هؤلاء حتى نمشي معا إلى المستقبل. إذن كما يمكنكم أن تروا أن نصف التلاميذ الذين انخرطوا في المدرسة لخمس سنوات تمكنوا من القراءة، مما يعني أن خمس سنوات ولكن قيمتها لا تتجاوز سنتين فقط من حيث الفهم. إذن لابد لنا من أن نقفز قفزة قوية. ثم إن ليس مستوى التعلم هو ضئيل جدا، ولكن كذلك الاختلافات بين المستويات هي كبيرة جدا. إذا مثلا أنا إذا كنت في المستوى الخامس، ما هم التلاميذ الذين سوف أعمل على تعليمهم؟ لربما غدا سوف يكون لدي فرصة للذهاب إلى مدارسكم، لكن بالنسبة لنا في المستوى الخامس تأتي الأستاذة بكتبها الدراسية وتبدأ بتدريس من منطلق هذه الكتاب، وما توقفنا خلاله خلال السنة الماضية. لكن انظروا إلى المستوى الخامس، هناك 50% فقط من الأشخاص الذين هم في المستوى الجيد، ولدينا حوالي 12% الذين يتمكنون من القراءة، ولكن 80% لا يستطيعون القراءة. هذا الأمر يصبح أكثر تعقيدا عندما نقوم بقراءة مناهج المستوى الخامس. إذن النقطة الأساسية التي أريد أن أشير إليها الآن هو أن مستويات القراءة هي متدنية، ثم أن هناك اختلافات كبيرة بين مستوى والآخر، ثم أن حتى الوضعية ليست كما كانت جيدة، وزادها سوءا هذه الجائحة التي مررنا بها. الآن التحدي الذي أمام الأستاذ هو من الذي سوف يدرسها أداء الأستاذ؟ هل يدرس الذين هم في مقدمة الفصل أو يدرس هؤلاء الذين هم في مؤخرة الفصل، الذين لربما لا يجيدون القراءة، الذين ينظرون إلى حيث النافذة، الذين ينتظرون الجرس من أجل الخروج، ولربما لن يرجعوا إلى المدرسة لأنهم سوف يستشعرون أن ما يحصل داخل القسم ليس من أجلهم إنما من أجل غيرهم، وهكذا سوف ينقطعون عن الدراسة. إذن
لدينا مهمتان أساسيتين، وظيفتين أساسيتين. أقول هذا الأمر في الهند كما أقول في جميع أنحاء العالم. السؤال الأساس هو كيف يمكننا أن نبني أساسيات التعلم لدى الأطفال قبل وصولهم إلى السن الخامسة، وكيف يمكننا أن نساعد هؤلاء الذين وصلوا إلى المستوى الخامس من أجل أن يتمكنوا من سير من أن يسيروا السير الذين تقدموهم. إذن وليس هذا فقط كيف يمكننا أن نمضي إلى ما وراء ذلك، لكن علي أن أقول أنه إذا لم نضع الأساسيات، الخطوات الأولى الأساسية، فإنه لا يمكننا أن نبني مستويات أكثر. إذا لم يكن الكل قادر على القراءة، فإن مجهودات الأستاذ سوف تستنزف من غير جدوى، لأن معظم التلاميذ لم يتمكنوا من فهم ما يقوله أو تقوله هذه الأستاذة أو ذاك الأستاذ. وهذان هما التحديان الذين نواجههما في بلد الهند. أريد الآن أن أضرب لكم بعض الأمثلة الملموسة، لأننا حاولنا القيام ببعض الأمور، وسوف أحاول مشاركة وياكم بعض النجاحات. هناك ولاية في الهند وتسمى كركنتكا. إذن سنة 2014 و 2016 و 2018، إذن حوالي 30% لم يتمكنوا من اللحاق بركب التلاميذ المتقدمين، لكن هناك 80% لن يتمكنوا من المضي قدما في مستقبلهم الدراسي. ولننظر الآن إلى خلال جائحة كوفيد، انقسم هذه أو هذا المستوى أو هذه النسبة إلى النصفين، لأن المدارس كانت مقفلة لسنتين. في الشريط الذي عرضتموه أعجبت بمسألة الدخول المدرسي. صحيح أننا حرمنا من الذهاب إلى المدرسة، وأطفالنا حرموا من الذهاب إلى المدرسة بسبب جائحة كورونا، ولكن لدينا الآن تركيز كبير حول كيف يمكننا نقوم بالأمور بشكل مختلف. إذن ولاية كنتاكا كانت جاهزة، ولكن قبل أن أبين لكم كيف قمنا بالأمر في هذه الولاية، أريد أن أشارككم هذا الأمر. لننظر إلى أمرين. زميلي فريد سوف يتحدث مستقبلا حول كيف قمنا بتغيير الوضعية التي نعيشها، لكن إذا ما نظرتم إلى الشفافة فإن الهند نظامها الدراسي منظم حسب السن. إذا كان لديك 9 سنوات فأنت في المستوى الثالث، و7 سنوات في المستوى الأول، 8 سنوات في المستوى الثاني، وما إلى ذلك. وكما ترون في كل خانة هناك اختلافات من حيث الأرقام، ولكل مستوى لدينا مناهج دراسية التي تبين لنا ما هو المستوى الذي يتوقع من التلميذ أن يصل إليه بحلول نهاية السنة، وذلك ما نقيمه كل سنة. وهذا الأمر هو الذي أدى بنا إلى هذه النتائج، لأن أحيانا تكون المناهج أكثر طموحا من حقيقة ووضعية التلاميذ، لأن أحيانا هناك جوانب سلبية عندما نوضع مناهج تكون توقعاتنا فيها أكثر مما يمكننا تحقيقه على أرض الواقع. صحيح أن الأرقام قد تدنت بسبب جائحة كورونا، بسبب أولويات الدولة الأخرى، لكن لا زال لدينا مشكل لابد لنا أن نحله. ما الذي يمكننا القيام به؟ أنا أعلم أن هناك أشخاص ذوي نفوذ موجودين معنا الآن. ما الذي يمكنكم القيام به من أجل تغيير الوضعية؟ نحن في الهند أهم شيء قمنا به بالنسبة للمستوى الثالث وما فوق، كنا نسمي ما نقوم به التعلم حسب المستوى الأنسب، بمعنى أن عوض أن أو إذا ما أخذت جميع التلاميذ هنا الذين لا يمكن أن يقرأوا الكلمات،
أجمعهم في مستوى معين. أرى أخذ كذلك الأطفال الذين يستطيعون قراءة الكلمات ولكن لا يستطيعون قراءة جمل، وبالتالي أضعهم معا، وهكذا فإن المستويات أو الأساتذة في المستوى الخامس إذا ما تركنا الأمور كما هي فإنهم سوف يجدون صعوبة في التعامل مع الذين هم متقدمين والذين هم لا يستطيعون قراءة الجمل والذين هم لا يستطيعون قراءة الكلمات. لكن عندما جمعنا هؤلاء على حسب مستوياتهم تمكن الأستاذ من السير معهم حسب سيرهم. إذن كان لابد لنا أولا أن نعلم ما هو المشكل الذي يعاني منه التلميذ وأن نمضي قدما بناء على ذلك. إذا ما تمكنت القيام بذلك مع ولدي أنا في البيت فكيف لا أقوم به مع التلاميذ على المستوى الوطني؟ إذن هذا هي المرحلة الأخيرة، وهناك حوالي لدينا حوالي 1,000,000 تلميذ الذين لم يذهبوا إلى المدرسة بسبب الجائحة. كانت هناك بعض الانقطاعات عندما رجعنا إلى المدرسة، أحيانا لا يمكننا أن نبقى المدارس مفتوحة خلال الصيف لأن هناك حرارة كثيرة، وبالتالي هناك حوالي 70-60% من الأيام تكون أيام للتعلم. تنظرون الآن باعتباد الطريقة التي شرحتها لكم كيف أن اللون الأخضر قد تجاوز 56 في أو تجاوز 50%، وأننا انتقلنا إلى أكثر من 25% أو زدنا 25% في وقت وجيز. إذا تمكنتم من أن تضعوا جانبا المنهج الدراسي أو المنهاج الدراسي وتبدأون بتعليم الأطفال بمساعدة الأساتذة بناء على المستوى الحقيقي للطفل، فإنكم سوف تجدون أو تحققون هذه المستويات التي حققناها في الهند. نحن نعلم أننا لدينا تحدي على مستوى التعلمات. هناك بعض العائلات التي عملت مع تلاميذها مع أطفالها خلال عمل جائحة كورونا، لكن أعتقد أن خلاصة الوقت أن بالتركيز يمكن أن نحقق نجاحات. نحن هناك بعض التلاميذ الذي كانوا خلال الفصل لا يهتمون بما يقال لأنهم لم يكن يفهموا ما يقال، وبالتالي ينتظرون فقط الوقت الذي يلعبون فيه اللعب. أعتقد أنه إذا ما تمكننا من أن نعلمهم بناء على مستواهم فإننا سوف نحقق مستويات أعلى ونحقق نتائج أكثر من النتائج التي تركتنا بها جائحة كورونا، ويمكننا أن نعمل على ذلك بجميع الطرق المختلفة الموجودة. لديكم أطفال جميلين أو جميلين جدا هنا في المغرب. أريد كذلك أن أقتنص هذه الفرصة لأقول أنه خلال جائحة كورونا وإقفال المدارس كنا نحاول أن نستجمع الأطفال وأن نشجعهم، خصوصا الذين في مستويات إعدادية أو ثانوية، على أن يجتمعوا مع الأطفال في حيهم وأن يحاولوا أن يعلموهم لأن المدارس كانت مقفلة. كنا نشجع على أن يكون هناك عمل مجتمعي. كنا نحاول أن نقفز خطوة أو خطوتين بمساعدة المجتمع ولا سيما التلاميذ الأكثر مستوى. نحن لم نعتمد فقط على المنهج الدراسي، السياسة الوطنية، الولاية، الحكومة، ولكن كذلك حتى على المجتمع ولا سيما الأطفال المتقدمين في المستويات الدراسية. إذن في الاجتماعات كهذا الاجتماع نحن هناك لغة تستعمل وهي لغة جيدة، ولكن نحن نستعمل كلمة كمال. كمال تعني القيام بأمر رائع، بمعنى أننا نريد أن نبين للتلميذ أنه ليس بالضرورة أن يجلس
وفي مؤخرة الفصل، بل يمكنه كذلك أن يجلس في المقدمة وأننا سوف نتعامل معه على حسب مستواه حتى لا يشعر أنه منبوذا. كما نعلم الشخص عندما يتعلم ركوب الدراجة فإنه سوف يحتفل بنفسه ونحتفل معها. أعتقد أن المجهودات يجب أن تكون مبذولة جماعة، يجب أن تكون أو نحقق أمرا جيدا، أمرا ساحرا يمكننا كما نقول باللغة الهندية.